اقول انه كالعاده لكل قصه بطل ولكل بطل حكايه بالتاكيد. وبطل قصتنا النهارده متولي مطحنه اسطوره رفع الاثقال البارالمبيه. وبعد التقرير هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفتنا اسطوره ونجمه وبطله كل حاجه حلوه عايز تقولها على فاطمه عمر لازم تقولها، لان هي اسطوره حقيقيه في رفع الاثقال البارالمبي. هنتكلم معاها في حاجات كتير تخص فاطمه عمر، وكمان هنكلمها عن تكريمها في باريس لانها رايحه باريس عشان تتكرم، واكيد هنكلمها عن بعثتنا المصريه في بارالمبياد باريس 2024. ولكن كل ده بعد التقرير والفاصل. انت العالم والبطولات الإفريقية اللي احتكر الذهب فيها سنين طويلة. متولي مطحنة اللي شارك في 6 دورات بارالمبية بداية من أتلانتا سنة 1996 وسيدني وأثينا وبكين ولندن وريو دي جينيرو، وحفر اسمه بحروف من ذهب بعد ما حقق 5 ميداليات بارالمبية منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، وشارك كمان في 13 بطولة عالم حقق فيهم 10 ميداليات تاريخية. بطل قصتنا نال كمان شرف انه يحمل علم مصر في افتتاح دورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو 2016 علشان يكتب سطر جديد في سجل الأبطال المصريين على مر التاريخ. مشوار مليان بإنجازات ذهبية وميداليات بارالمبية وعالمية وأرقام قياسية حققها الرباع المصري البارالمبي متولي مطحنة، أو ملك الحديد زي ما بيسموه. هتفضل شاهدة على واحد من أساطير وعظماء لعبة الأوناش على مر العصور.